الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الصيام الذي شرعه الله لعباده جعله وسيلة إلى حفظ جوارحهم عن محارم الله واستعمالها في طاعة الله وتذكر نعم الله عليهم التي أنعم بها عليهم 11 شهرا لكل سنة، يأكلون في الليل والنهار ويشربون في الليل والنهار ويأتون النساء في الليل والنهار من دون مؤاخذة في ذلك، بل أباح لهم ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم بهذه النعم في شهر واحد وهو شهر رمضان ليشكروه ويحمدوه ويعرفوا ما أحسن به إليهم جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يصون شهره عن محارم الله وأن يجتهد في عبارته بطاعة الله وذكره وشكره واستغفاره والتوبة إليه حتى يكون هذا الشهر غنيمة له ونعمة كبيرة ساقها الله إليه، يتطوع فيها بالأعمال الصالحات ويجتهد فيها في أنواع الخيرات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أوقاته فليقول إني صائم. ويقول جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع ذا الجار، ولكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما بشرهم برمضان قال له إنه يوم لأنه شهر بركة يغشاكم الله فيه فيحط الخطايا وينزل الرحمة ويستجيب الدعاء، ينظر إلى تنافسهم فيه فيباهي بهم ملائكته فأروا الله من أنفسهم خيرا فإن الشقي من فرق فيه رحمة الله. فهذا الشهر ميدان سباق يتسابق فيه المؤمنون إلى ربهم جل وعلا بأنواع الطاعات وأنواع الخير ليلا ونهارا. فينبغي المؤمن أن يكون في نهاره وفي ليله مجتهدا في طاعة الله، إن نام يستعين بطاعة الله، وإن أكل يستعين بطاعة الله، وإن شرب هكذا فهو يجتهد في أنواع العبادة ويستعين بنعم الله على طاعة الله. والسنة له أن يبادر بالإفطار، لأن الله جل وعلا يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أعجلوا الفطر. وفي اللفظ الآخر وأخروا السحور، فمن نعم الله إن شرع السحور ليتقوى على طاعة الله، وشرع الإفطار والمبادرة إليه ليتقوى على طاعة الله في الليل وليعرف قدر نعمة الله عليه حيث منعه ثم أدله، لتعرف قدر نعمة الله عليه حيث منعت من تناول المفطرات ثم أذلك فتعرف فضل الله عليه وإحسانه إليك، وهو سبحانه القادر على أن يجعل الصوم شهرين أو 3 لا معقب لحكم سبحانه وتعالى، وهو القادر أيضا أن يمنعك من كذا ويحرم عليك كذا، ولكنه جل وعلا لطف بعباده ورحم عباده فجعله شهرا واحدا ومنعه من الأكل والشرب والجماع وما ألحق بذلك من مفطرات لذكرهم نعمه وفضله عليهم في بقية السنة. ثم أنت أيها المؤمن مأمور بمسارعة الخيرات في جميع الزمان، والمسارعة الخيرات من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات والصلاة والصوم وغير ذلك، فبادر إلى هذه الخيرات وسارع إليها في هذا الميدان، ميدان السباق، ميدان العبادة، ميدان مضاعفة الأجور في هذا الشهر الكريم. نسأل الله أن يوفق الجميع للمسارعة إلى خير، ونسأل الله يعيدنا وإياكم بضلات الفساد ومن شرور النفس وسيئات العمل. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.